السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة على الوحدة التاسعة الدايركت والاندايركت، الكلام المنقول، الكلام المنقول المباشر وغير مباشر. هنحل على الجملة الخبرية: My daughter, her teacher had given her a reward that day. تمام؟ يبقى ابنتي مفروض قالت للايه؟ قالت او اخبرت her teacher المدرس had given. عندنا هنا فاعل وايه وفاعل، تمام؟ يبقى هناخد على طول كلمة مين said. لو كانت مفعول كنت خدت told، يبقى نخلي بالنا من الحتة دي. يعني لو في مفعول كنت خدت told، مفيش كنت خدت said. ماهر said that that he a friend at the station later that day. يبقى هنا عندنا فاعل اخد على طول الماضي. طب الماضي مين؟ is meeting was meeting meets had met. عندنا اتنين بس. عندنا الجملة ايه؟ later that day. that day اللي كانت اصلها ايه؟ today. صح ولا غلط؟ today اتحولت الى that day. today ده زمان ايه؟ مضارع بسيط، لا مضارع مستمر، يبقى حولها ماضي مستمر اللي هو was meeting. شوف الكلمات بقى تفرق معايا. سارة told me that she a job interview the previous day. previous ايه؟ day. had will have had had has هتبقى had had اللي هو الماضي. واحد يقول لي طيب ما خدتش had ليه؟ ما اقول له ايه؟ the previous day كانت اصلها ايه؟ كانت اصلها ماضي بسيط، كانت yesterday، فانا حملتها زي ايه؟ زي previous day. يبقى خليها had had ماضي تام، الماضي البسيط بحوله ماضي تام. she said that china densely واحد سأل. نرجع للقاعدة الأولانية عشان بس ناس في ناس شاطرة بتفكر. طب يا مستر انت كنت قايل ان الماضي البسيط بيفضل ماضي بسيط زي ما هو، او ممكن يبقى ماضي تام، طب ليه انت حولته؟ قال لي في قاعدة بقى مش موجودة في الكتاب. قال لي ايه؟ قال لي لو في كلمة دالة تحول الزمن، لو ما فيش كلمة دالة يبقى تسيب الزمن زي مين؟ زي ما هو. يعني لو في yesterday تمام حولتها زي previous day يبقى تخليها ماضي تام، لكن لو ما فيش yesterday اصلا يبقى كنت خليتها ماضي بسيط برضو. she said that china a densely populated country would be will be had been هتبقى is. ليه؟ إيه دي حقيقة يا باشا. يبقى الحقيقة يبقى أنا بغيرش الزمن، هو الحقيقة مضارع بسيط يبقى تفضل مضارع بسيط. فارس told us that his family a house in the countryside 2 months before. فارس أخبرنا أن العائلة house المنزل تمام. يبقى بوت هاد بوت، يبقى انا عندنا مفروض ماضي. هاز لا وود كانت مستقبل. بيقول لي ايه؟ هاوس ان ذا كونتري سايد 2 مانس بيفور. كلمه بيفور كانت ايه؟ ها كانت لاست مانس، لاست صح ولا كانت اجو كمان يا ربي؟ 2 مانس اجو حولناها كانت ماضي بسيط يبقى حولها ماضي تاني. رقم 6 He told me that he me to repair my car the following day. يبقى اليوم التالي، يعني كانت tomorrow، كانت ايه؟ tomorrow. مادام كانت tomorrow يبقى كانت will والمصدر، لما حولها will يبقى would والمصدر. شفت الكلمات مهمة جدا جدا، وقلتها في الشرح. الكلمات بتعرفني الزمن. The article says that there an increase in the number of university student next year. Next year next year will be had been was would be هتبقى will be. طب انت محاولتش ليه؟ محاولتش ايه ليه؟ ان هي حقيقة مش حقيقة. increase العدد ايه؟ متزايد في الجامعة، طلاب الجامعة السنة الايه الجاي. لما دي حقيقة فعلا كل سنة بتزيد. she told him that he could ask her advice if he
فاكرين لما قلنا الحالة الأولى تحول الحالة التانية، والحالة التانية تحول الحالة التالتة؟ يعني المهم يعني if معاها could والمصدر، يبقى دي الحالة التانية، يبقى تحول إلى الحالة التالتة إيه؟ اللي هو will have had had was having had، هتبقى ها إيه؟ had، اللي هي الحالة التانية مش الحالة التالتة. يبقى if ماضي بسيط، would والمصدر، أو could أو might والمصدر. He told her he had seen the film she the night before، الليلة الماضية صح؟ يبقى كانت ايه؟ last ايه؟ last night، يعني كانت ماضي بسيط، يبقى حولها ماضي تام اللي هو had والتصريف التالت. She said that she to visit Cairo the following week. following week يعني كانت ايه؟ next week، يبقى حولتها من مستقبل الى ايه؟ للماضي صح؟ طب قول ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي visit كايرو، زيارة القاهرة. طيب مش ديت يريد؟ طيب كلمة يريد ديت تعبر عن ايه؟ انا اريد ان اكل. انت اكلت؟ لا ده لسه، يعني لايه؟ لسه، يعني لسه هت ايه؟ هتاكل. يعني كلمة want ما تنفعش مستقبل، ما ينفعش will want. ليه؟ ان هي اصلا معناها مستقبل، يبقى اجيب will want سوف يريد، ايه ده ما تنفعش، هي اصلا الكلمة معناها ايه؟ سوف، سوف ايه؟ سوف يريد، يبقى اجيب الماضي منها اللي هي ايه؟ wanted. تمام كده؟ فاهمين الجزء ده؟ عشان ما نقولش ايه؟ would want، لا. The science teacher said that when you freeze water you ice. ايه ده؟ مدرس العلوم قال ان عندما الميه تتجمد، حقيقه الحمد لله حقيقه، يبقى حقيقه يبقى مضارع بسيط، فالجمع والمصدر، فالمفرد الفعل اخره اس، يبقى يو، يبقى جت. The policeman told us that we the rules and respect the law. الراجل الشرطه اخبرنا ان نحن نتبع الايه؟ القوانين، ونحترم القانون، ده المفروض يعني. المهم يعني must follow دي في قانون، في قانون، يبقى ناخد مين؟ must follow. تمام؟ عشان هو قال لي ايه؟ قانون، الله يرحم القانون. سامي اند صلاح said that they a party the following week. ايه ده following week؟ اللي هي برضه next ايه؟ week. تمام كده؟ يبقى حولها will والما ايه؟ والمصدر هتبقى would والمصدر. 14 our teacher told us that his family and he to Australia the following year. The following year يعني زي كانت ايه؟ next year. تمام؟ يعني المفروض كانت will وانا حولتها الى would. طب لو ما فيش would يبقى حول اختها اللي هي might move، اللي هي اخت will، اخت ايه؟ طب ما will اختها may، يبقى اخت يبقى اخت ايه؟ may ايه؟ might. The teacher told the students that the earth، earth كوكب الارض، around the sun، دي طبعا من غير ما اكمل دي حقيقه علميه، يبقى الحقيقه يبقى مضارع بسيط، يبقى ايه؟ revolves. They said that they the mountain after they had reached، يعني عندنا ها after بيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي تام. the top of the tower ماضي تام، ايه ده؟ ويجي قبلها ايه؟ ماضي بسيط، يبقى ناخد مين؟ could see. واحد يقول لي we're seeing، لا ليه؟ اقول لك ايوه بس كلمه سي لا تاتي في اي زمن مستمر، عشان كده ما ينفعش نجيبها. منال told her friend that her brother here with her homework. ايه جماعه هير هاد دي؟ مش عارف. منال اخبرت صديقتها ان اخوها here with هير هومورك، واجبه، المفروض يساعدها في واجبه، في واجبها. يبقى هنا عايزين مين؟ هيلبس، كان هيلب، واز هيلبينج، ويل، ما فيش الا الماضي واز هيل ايه؟ هيلبينج، عشان وقتها كان مستمر. تمام؟ كمان ما فيش اي زمن ماضي الا هو ده. طارق اكسبلايند ذات زي وير هوت بيكوز زي تنس فور 2 hours. انت وقفت عند 4 2 hours ليه؟ ان 4 2 hours تعبر عن المضارع التام او المضارع التام المستمر. كمان عندنا تام، يا اما مضارع تام هاف واز والتصريف التالت تحوله هاد
والتصريف التالت، يا اما هاف وهاز بين والفيرب اي ان جي. تمام. would play or playing had been playing، يبقى ناخد had been playing علشان كانت have been playing. اوكي. رقم 19. منى warned us that the animal dangerous should be will be must be was. يبقى هنا ماضي فعل القول ماضي، حذر احنا يبقى هنا الحيوانات، وايه was يبقى متحوله يبقى جيب ماضي. كريم admitted that he had lost the pen that I him. He had lent, would lent, was lending, had lent. المصلى على النبي ده ماضي ماضي ماضي، يبقى الثلاثه ايه كشكل الجمله ماضي تنفع. طيب يقول هنا ايه he had lost ماضي ايه ماضي تام، يبقى اجيب الجمله اللي بعدها ايه ماضي ايه تام اللي هو had lent. حتى ما فيش جمله او كلمه داله علشان تعرف اصل الزمن ايه، بس مين اللي قال لي ان كلمه مين had lost ماضي 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 تام ماضي تام. نهله said that it great if they could والمصدر they could go، يعني الفعل هنا فين في الماضي، يبقى if ماضي بقى ايه ماضي بسيط. تمام. يبقى ناخد ايه would والايه والمصدر اللي هو مين would be ايه would be. The complaint that she for more than an hour for her appointment. طيب انا عايزين هنا ايه would wait had waited could wait should wait. احنا عندنا هنا for، لا هنا ما عندنا مين an hour مدة زمنية for more than an hour، كل دي بتاعت من المضارع التام لمدة اكثر من ساعة، ما نجعل بفور دي بتاعت مين الكلمة دي هنا المدة لمدة، يبقى كان مضارع تام يبقى حولها ماضي تام اللي هو had waited. they promised that they us as soon as they arrived. تمام. قال لي في قاعدة بتقول لي as soon as كانت مضارع، اجيب لكم اصلها بقى as soon as مضارع فانا بحولها ماضي. طيب المضارع بقى كان قبله ايه كان will، كان ايه كان will. طب الماضي من will ايه هو ايه would. فهمتوا اصل ايه؟ يعني لازم تحلوا القاعدة لازم ترجعوا اصلها. يبقى as soon as قاعدتها ايه مضارع بسيط will والمصدر، as soon as مضارع بسيط will will ايه والمصدر، لما حولهم يبقى حول will الى would والمضارع الى ايه الى ماضي. واحد يقول لي ايه سامعه دلوقتي بيقول لي يا مستر ايه ده احنا بنقول as soon as بيجي بعدها ماضي تام. يا حبيبي ايوه دي في قاعدة مين اللي هي تتابع الاحداث، هنا تتابع الاحداث في الحاضر، يبقى مجرد ما انا اذاكر دلوقتي ها انا سوف اخرج، يعني ايه ترتيب الايه الاحداث، عملت حاجه وبعدين عملت حاجه بعدها. هي ادميتد ذات هي ا ميستيك ذا نايت بيفور. نايت بيفور يعني لاست نايت، لاست ايه نايت، يبقى كانت ماضي بس ايه بسيط يبقى حولها ماضي تام. تمام كده خلاص. شي اكسبلايند ذات شي تو فيزيت مي ذا فلونج ويك. فلونج ويك يعني كانت ها نيكست وايه ويك، نيكست ويك يعني كانت ويل. طب مش لازم ويل، ما كلمه نيكست مستقبل. طب في ازمنه تعبر عن المستقبل اللي هو مين المضارع البسيط اللي هو كلمه يتمنى، صح ولا غلط؟ وكمان في حاجه المضارع المستمر يعبر عن المستقبل. تمام. يعني لو انا ما عنديش عندي كلمه داله على المستقبل مفيش ويل، اخد ايه يا رجاله مضارع مستمر اللي هو ام واز وار والفعل ان جي، احولها الى ايه ماضي مستمر was hoping. he agreed that he anyone that ولا ايه دي لا what I had said won't tell hadn't told wouldn't would not tell didn't tell. هناخد would not ت ايه tell. Nadia said that she attest the following week. following week
اه نفس الايه يعتبر اللي جوه فيها، ما في هي المفروض كانت ويل والماز، طب ما فيش ويل يبقى كان مضارع مستمر يبقى واز تيكينج. وكده خلصنا الجزء الاولاني 28 سؤال. وان شاء الله هننزل الجزء الثاني، وتابعوني ان شاء الله، وارجو ان ينال اعجابكم. واي حد عاوز حاجه يبعت لي زي ما اتعودتوا منا. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.